يا الشيخ حفظك الله، هذا الشاب بلغ 20 عاما ولم يصم إلا هذا العام، وقد بلغ سن البلوغ وعمره 12 عاما، وكان في البادية يسكن ويعم عندهم الجهل، فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن يحسن الصيام من جديد، وما دام في الأول لا يدري أنه واجب وهو بعيد أنه لا يدري، أو يدري أنه واجب ولكن تركه تهاونا. أما الأول فلا يقضي لأنه معذور بالجهل، وأما الثاني فلا يقضي لأنه لا يقبل منه لو قضى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخذ هذه القاعدة: كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي وفعلها لم تقبل منه لو فعلها 1000 مرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لو أن الإنسان ترك الحج مع استطاعته لكن تهاون حتى مات فإنه لا يحج عنه. قال: لأنه لو حج عنه لا يبرئ ذمته، إذ أن الرجل لا يريد إبراء ذمته من أصل وإلا لحج. وهذا القول قوي، وإليه أميل. وقال أيضا: حتى في الزكاة، لو أن الإنسان كان بخيلا لا يؤدي الزكاة، فلما مات قال ورثته سنؤدي الزكاة عنه، فإن ذلك لا يقبل منه وسوف يكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لا حتى لو أداها أهله. ابن القيم يقول: لا تؤدي الزكاة أصلا، لأنه لما مات صار المال لمن؟ للورث، فلا تؤدى عن الزكاة. لكني أرى أن الأحوط أن تخرج الزكاة عنه لتعلق حق الفقراء بها، فتهاونه بها لا يسقط حق الفقراء، فتخرج الزكاة للفقراء ولكنها لا تبرئ ذمته، يعاقب عليها. كيف تمضي السنوات لا يؤدي الزكاة، وإذا مات راح نؤديها عنه؟ ما يمكنها. وكلامه رحمه الله قوي قوي جدا جدا، والنفس تميل إليه.